وحديث ابن عمر إذا كان الماء قلتين لم يحل الخبث، يعني إذا كان الماء مقداره قلتين ولاقته أو خلطته نجاسة فلا ينجس. إذا كان الماء مقداره قلتين، والقلتين مقدار خمس قرب، ولاقته أو خلطته نجاسة فلا ينجس، إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة، غير طعمه أو لونه أو ريحه، فإنه ينجس بالإجماع. هذا ينجس بالإجماع. قال المنذر، قال المنذر أجمع على أن الماء قل أو كثر إذا وقعت فيه نجاسة فغيرته لونا أو طعما أو ريحا فهو نجس. هذا إذا كان الماء إذا غيرته النجاسة مطلقة هذا ينجس قليلا أو كثيرا، وإذا لم تغيره النجاسة هذا الجمهور يفصلون يقولون إذا كان الماء عملا بالحديث هذا إذا كان الماء قلتان يعني خمس قرى فأكثر وقعت في نجاسة إن غيرت طعمه ولونه وريحه فهو نجس، وإلا تغير إن كان إذا كان أكثر من قلتين، إذا كان أكثر من قلتين فهذا لا ينجس إلا بالتغير عند الجميع، وإذا كان قلتان فأقل من القلتين فهذا هو الذي فيه التفصيل الحديث، لأن الحديث له مفهوم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي الأرض لم ينجس، ومفهومه أنه إذا لم يحمل قلتين فهو ينجس ويحمل الخبث. عملوا بالمفهوم الجمهور، قالوا إذا كان أقل من قلتين ولو وقعت في قطرة بول ينجس، تغير ولا تغير، لأن النبي قال إذا بلغ قلتين لم ينجس، ومفهومه أنه ينجس إذا لم يحمل قلتين. الجمهور قالوا المحقق قالوا لا ينجس، هذا مفهوم، والمفهوم ألغاه منطوق حديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجس شيء، فهذا المنطوق مقدم على المفهوم، حديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجس شيء، هذا يلغي مفهوم حديث القلتين، مفهومه أنه إذا بلغ قلتين فإنه يحمل الخبث، هذا المفهوم ألغاه منطوق حديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجس شيء. واضح هذا؟ إذا كان الماء أقل من قلتين فإنه ينجس بمجرد ملاقات ومخالطة النجاسة ولو يتغير أحد أوصافه عمل بمفهوم حديث القلتين. هذا ما ذهب إليه المؤلف وكثير من الفقهاء. والقول الثاني أنه لا ينجس حتى ولو كان دون قلتين إلا إذا تغير أحد أوصافه، لحديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجسه شيء. فمفهوم حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أنه إذا كان دون قلتين فإنه يحمل الخبث بمجرد الملاقات، لكن هذا المفهوم ألغاه منطوق حديث أبي سعيد رضي الله عنه الماء طهور لا ينجسه شيء، ومعناه أن الماء لا ينجسه شيء بلغ قلتين أو لم يبلغ، بلغ قلتين أو أقل. والصواب أن الماء لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه، الصواب ما ذهب إليه المحققون سواء كان قليلا أو كثيرا دون القلتين أو فوقهما، وهذا ما ذهب إليه المحققون كشيخ الإسلام تيمية وابن القيم وغيرهما من أهل العلم. هذا إذا كان الماء في غير الأواني. أما إذا كان الماء قليلا في الأواني يحمل في الإناء ولا قته النجاسة فإنه يراق، لما ورد في بعض ألفاظ حديث ولوغ الكلب للإمام مسلم قوله فليرقه